السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي، واليوم عندنا لعبة جديدة من مطور عربي عراقي، أي نعم، عربي عراقي، مطور من صنع شخص عراقي اسمه بلاك هارت، بلاك هارت، موجود على اليوتيوب، تلقون رابط قناته بالوصف ورابط الفيديو هم بالوصف. اليوم عندنا لعبة جديدة اسمها بلاك هارت، على اسم قناته وعلى اسم اللعبة وعلى اسم القلب الأسود. فاللعبة هي قريبا ان شاء الله على جهاز الاندرويد والاي او اس، يعني على الجهازين راح تنزل ان شاء الله. اللي علي وعليك يا مشاهد وعلينا كنا نشجع هاي الشغلات، نشجع هذا العمل الرائع. طبعا لعبة رهيبة مثل ما تشوفون، هاي الواجهة مال اللعبة دا يشتغل عليها على الكمبيوتر، شبيهة باتل فيلد 1 نقول. الواجهة هنا الاسلحة، القائمة مال الدبابات للاضافات، المسدسات، الاعدادات، او قائمة اللود اوت اللي هي مثلا يعني الجند الشايل مثلا ايش عنده، الاضافات وها مثل ما قلت. فاللعبة راح تنزل ان شاء الله، بس مو هسه يعني، ما معلوم وقت ايش وقت، حاليا دا يشتغل عليها نسخة تجريبية، ان شاء الله تنزل قريبا، وان شاء الله هم نحصل النسخة التجريبية ونجربها وياكم. الآن نأتي إلى الرسومات، الجرافيك، الأصوات والحركات. الحركات هنا موجودة في لعبة Battlefield 4، نفس Battlefield 4 بعض الحركات، مثلا توقف إلى الأمام، أوكي، تراجع، انسحبوا، يعني هاي الحركات حلوة، إشارة باليد، أزرار معينة مثلا تضغطها يعني، فتسوي حركات حلوة. طبعا اللعبة رهيبة يعني، عاشت إيدها مطولة. هنا حركة مثل Rainbow Six، هاي اللعبة المشهورة على الكمبيوتر والبي سي والبي اس 4 والاكس بوكس، انه يباوع صفوه نيشان، هاي تقريبا نفس الحركة. الصراحة يعني الابداع، اللعبة ابداع. هنا الارتداد يختلف من سلاح الى اخر، طبعا تلقون رابط الفيديو كامل بالوصف. واخيرا بدأت تظهر يعني الحركات العربية، الالعاب العربية، المطورين العرب بدأوا يظهرون، خاصة العراقيين، عراقيين قليلين يسوون العاب. فهاي اللعبة ابداع يعني، صدق صدق عاشت ايد المطور. هنا عندك الاصوات تختلف من حديد وخشب الى اخره، مثلا هنا بصدى، هنا طبعا اكو صدى همينة بالحديد والخشب والزرع او الحشيش. هنا عندك الرمي على الخشب، شوف الخشب هنا يتنثر يعني حيصير قطع، فيك فيك وباع الفيك وباع المنظر، واو، ماكو لعبة هيجي مسوي بيها. طبعا اقصد العاب الموبايل، ماكو شي حركات، الحديد، الخشب، الزرع، لا ولا لعبة مودرن كومبات او بولت فورس الى اخره، حتى باتل كور ما راح تكون هيجي لعبة، هاي حتكون اقوى لعبة، واحتمال تنزل ب 2018 احتمال، بعد ما ادري هو شغل. طبعا هنا ضربوا المي، تشوفون اللقطة مال المي، حركات رهيبة يعني، صدق ابداع ابداع ابداع، ثلاث مرات. فهنا الرصيف، هنا يعني اشكال الالوان، السما هنا كلش صافية صافية يعني، اتش دي، فول اتش دي. طبعا الجرافيك مال هالوقت، هنا راح نشوف القناص اللي هو اسمه تي ار جي، سلاح التي ار جي، قناص همين، الصوت مالته لا بأس به، بس اكيد راح يتعدل. هنا الطلقة مالته تنشمر، هاي الطلقات اهم شي الطلقات باللعبة، يعني مسويها اللعبة واقعية هواية، مال الحروب يعني مال هالوقت همين، بس مو فضائية كلش، لا مثل باتل فيلد 4 3، يعني تقريبا نفس الشي، الالوان تحكم باللعبة هواية. فهنا اشعارات القتل، طريقة العرض مبدعة جدا، شوفوا شلون ينعرض الاسم، يظهر وينزل، يظهر وينزل، مو هوصي يعني، حلو هنا الشغل، حلو عاشت ايدك. فبيها واي حركات، هنا القناص، وعندنا بعدين سلاح اخر هو الاي كي. وطبعا الحلو باللعبة انه السلاح والايد حجمها صغير، مو كبير ماخذ يعني مساحة مال الشاشة كلها، لا حلوة. تعديلات على الاي كي، كل فترة يسوي تعديل، كل تحديث يعدل ويضيف ويغير اصوات والوان، الدخان مال الطلقات، الطلقة من الطير كلش حلوة، الحركة عجبتني. طبعا هنا انتبهت على شغلة، انه الشاجور مثلا اذا ما خلص الطلقات يغير الشاجور ما راح يسحب. طبعا هنا ذكرها بلاكات، اخذتها من عند هاي اللقطة لان ما كنت اعرفها يعني، هيجي شفتها صدفة، اذا خلص شاجور راح يسحب، اذا ما مخلص يبدل شاجور بس بدون ما يسحب او يسحب الزناد. طبعا اكو همين الار بي جي، اهم شي سلاح حتى لو نوب بس حلوة. هنا الار بي جي رهيبة، باع الانفجارات، باع اصواتها، رسمها باع واضحه، عبالك باتل فيلد 3، ما اقول 4 راح اقول 3، باع هنا الصاروخ منطار، راح الصاروخ راح، بس باع الدخان، باع 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 الصاروخ الى الان مستمر مستمر.
والله عبالك لقطة حقيقية. الدخان ما صاروخ إلا الآن مستمر، يعني صاروخ ده يروح وبعدين الدخان يبدي يخف يروح شوية شوية. فهذه هي اللعبة شباب، لعبة بلاك هارت القلب الأسود، طبعا قريبا على جهاز الأندرويد والآي أو إس، واحتمال تنزل على الكمبيوتر هم، وأكيد حركة اللعب هم تتغير والأصوات إلى آخره، راح تتغير كل فترة لحد ما يثبت على شيء محدد. رابط الصفحة مال المطور على الفيسبوك راح تلقوه بالوصف، ورابط قناته هم يعني راح تلقوها بالوصف. أتمنى تنشرون المقطع وتشاركون مقاطعكم هواي على اللعبة، لأن احنا نفتخر بهذا الشيء وأنا فخور جدا بهذا التطور العراقي. لعبة عراقية رهيبة والله، راح ننتظرها. فإلى هنا نهاية الحلقة شباب، أتمنى أعجبكم هذا الفيديو، كتبونا آراءكم وشكرا للمطورين، إن شاء الله نحصل البيتا عن قريب. كان معكم علي العراقي، والسلام عليكم.